في بلد عربي حكم عليه بمواجهة ثالوث الموت، الأمراض، المجاعة، الحروب والنزاعات. في الصومال جيل جديد من الجماعات المسلحة. الظروف الإنسانية صعبة كلش في هذا المكان، وهالشي من زمان، يعني من تسعينات القرن الماضي لحد هذا اليوم. حوالي 3 ملايين صومالي يعانون من الجوع وفقا لمنظمة الصحة العالمية. موجة جديدة من الجفاف ضربت الصومال وأدت إلى انتشار الأمراض وتزايد حجم المجاعة هناك. عانى ولا زال يعاني من حكم السلاح وسيطرة المجاميع المسلحة والظروف الإنسانية الصعبة، رغم أنه يملك العديد من الخيرات، احتياطي نفط وحتى أطول إطلالة على المحيط الهندي. أهلا بكم في الصومال. اليوم يا جماعة نحن في مقديشو في العاصمة الصومالية حتى نشارك في واحدة من حملات الهلال الأحمر التركي خلال شهر رمضان المبارك فقط. أنسمينو. متوجهين إلى مخيم داينيلا، الشباب يوصفوا بأنه واحد من أسوأ المخيمات في أطراف مقديشو. أكثر من 700 عائلة موجودة في ذاك المكان، تهجروا بسبب النزاعات المسلحة اللي موجودة في قرية. السلام عليكم حج، كيف الحال؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله. اسمك الكريم؟ علي. 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 تقريبا نحن دحين 3 شهور. 3 أشهر. أيوة قريب، إذا كان باقي ممكن 3 يوم 4 يوم كذا. 3 أشهر. جينا من عندنا كان فيها مشاكل في القرية اللي نحن ساكنين. أنا ما فيها عندي عائلة كثير، ممكن 3 نفر فيها. 3 نفر. والله. تسكنون في هذه الخيمة؟ إلا هذا. شفتها ما فيها فراش. دحين وقت مطر، اذا جاء شويه مطر انسان الناس ما فيها نوم بالليل. ماذا تحتاجون في نهايه؟ قل لي ماذا تحتاجون الان انتم؟ والله كثير يا صاحبي، كثير. سكن سي ما شفت ما فيها ولا شيء. شوف فاضي، شفتها. حمام ماشي، قوش ما في، مره قارس. مويه نفسه في واحد هنا واحد ثاني هناك، يعني ناس ما يكفي. والله الحمد لله. الحمد لله. على كل حال الحمد لله على كل حال، يعني ناس يبقى ان شاء الله مساعده في اي جنب. الله يعينك يا حاج. الله يبارك. الله يبارك. ايش اسمك انت؟ مثنى. مثنى ما شاء الله. الله يبارك. هذا الطرد الغذائي راح يوصل لوحدة من العوائل الموجودة في هذا المخيم، ضمن خطة توزيع 7000 طرد على 7000 عائلة موجودة في الصومال. موجودين في مستشفى ياردن إلي في مقديشو. الآن نحن بدنا نوزع بعض الحاجيات والاحتياجات والتجهيزات للأطفال حديثي الولادة. الناس بعض المستشفى تركي هو واحد من 2 من المستشفيات الكبرى الموجودة في مقديشو، مستشفى رجب طيب أردوغان ومستشفى ياردن إلي. Dediğim gibi 2011'den beridir insani yardım faaliyeti gerçekleştirmiş Somali'de. Özellikle bugünlerde, Ramazan ayının olduğu bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıda kolileri dağıtıyoruz. رغم كل اللي شفناه من قصص ومعاناة، بعدنا نشوف البسمة على وجوه هاي الناس البسيطة. يمكن هي رسالة أمل، ويمكن هي رسالة تحدي، ويمكن مكابرة، ولكن الأكيد هي إرادة قوية لهذا الشعب. من حديقة السلام، سلام لشعب الصومال.